السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل الجام او الحل بتاع الباب. ممكن اجي هنا من كريت واقول له سويب. سويب ليه؟ هياخد المسار ده ويمشي معاه على طول. اقول له سويب مثلا واقول له انا عايز اعمل بيج باص، واروح قايل له الباص بتاعي اهو المسار دوت. وبعد كده ابدا ارسم الشكل بتاعي هيبقى عامل ازاي. اقول له اديت البروفايل، تمام، وابدا ارسم الحاجة اللي أنا عايزها بالشكل ده. يعني على سبيل المثال ممكن ترسم حاجة مثلا بالشكل دوت. بحيث هتلاقي يكمل معايا اهوت حوالين الباب. طيب لو في أي وقت المقاس بتاع الباب اختلف، مثلا في 200 وفي 1200 همت، هتلاقي الحل برضو زاد معاك. ممكن تستعين بالريفرنس لاين ان انت تخلي الشغل اكثر تحكما، تمام، او تدي متغير معين بالمسافة دي بحيث ان الراجل يقدر يكتبها. فمثلا ممكن تقول له المسافة من هنا لهنا مثلا، ده بارامتر معين تقدر تدخل تعدله من هنا. يعني هقول له ده بارامتر مثلا وتدي له اي اسم، وليكن مثلا جام واحد، هتخليه مثلا طيب اوكي، بحيث ان هو يقدر يعدل فيه الرقم ده من اي مكان. وده هتقول له edit sweep، وتقول له انا عايز اعدل في البروفايل وألاين من هنا لهنا، وتقفل بحيث لو عايز تعدل في اي لحظة المسافة ديت من الخصائص تقدر تعدلها. ممكن برضه تعمل سيلكت على الجزء دوت وتقول له الماتيريال انا عايزها برامتر، بحيث في اي وقت تعدلها مش لازم تدخل جوه الفاميلي تعدلها، ممكن تعدلها من هناك. ممكن تقول له مثلا انا عايزها الود اهيت. بقى عندك البرامتر، ممكن تعمل لها برامتر اهوت. ماتيريال او خلينا بعد كده نقول له لود انتو بروجكت، تقدر تحطها في اي مكان في المشروع. فكده احنا عرفنا ازاي نعمل الحل بتاع الباب ونتحكم فيه.